فعامة نقدر نلخص المتطلبات بتاعت الاي سي جي الكترودز، وعلى فكره دي ممكن نعتبرها متطلبات لاي قياسات الكتروفيسيولوجيكال سيجنال زي مثلا اي اي جي او الاي ام جي. يعني عامة بيبقى في عندنا مجموعه جنرال ريكوايرمنتس، ان احنا يبقى في عندنا لو الكتريكال انترفيس امبيدنس، يعني الالكترود نفسه ما يزودش امبيدنس عاليه للسورس اوف يعني فيسيولوجيكال سيجنال، عشان ما يبقاش في صعوبه بعد كده في تكبير السيجنال. لازم تبقى هايلي ميكانيكالي ريزيستنت، يعني بمعنى ان هي يعني ما يحصلش مثلا ان انا بركب الالكترود ويحصل ان هو يبريك ابارت، يعني يكسر مثلا، او يبقى سهل قوي ان في اجزاء تطلع من بعض مثلا. فهو لازم يكون يعني ميكانيكالي راجد، يعني يكون متين. بنتكلم على لو انترفيس او هاف سيل بوتنشال، يعني هاف سيل بوتنشال احنا كنا بنتكلم عليه من شويه، يبقى اقل ما يمكن، لان هو ده لما بنيجي نكبر السيجنال ممكن يعمل لنا بعض المشاكل. يبقى لازم نحط فلتر عشان نشيله، علشان ما يبقاش مثلا ما اكبر ب 100 مره مثلا. لو انا بكبر سيجنال 0.1 فولت مثلا او 1 ملي فولت مثلا، بكبرها 100 مره، بتبقى مثلا يعني ممكن تطلع تبقى مثلا 100 ملي فولت. اوكي، لو عندي عليها هاف سيل بوتنشال 1 فولت، يبقى معنى كده لما اجي اكبر، لما اجي اضرب الكلام ده في 100، هيحصل ان يبقى في الفولتج اللي طالع لي هيساتوريت الامبليفاير، فبالتالي مش هقدر اشوف السيجنال بشكل سليم. فلازم يكون الانترفيس اكل، او كل ما كان الانترفيس او الهاف سيل بوتنشال ده كل ما كان اقل، كل ما كان افضل. طبعا بيبقى لو ديستورشن اوف سيجنال، يعني ما يبقاش بيعمل بياد هو نفسه ديستورشن للسيجنال. طبعا ده له علاقه شويه بالالكتريكال امبيدنس، لكل ما الامبيدنس زادت كل ما زود نويز على السيجنال. برضو البولاريزيشن، كل ما كان نون بولاريزابل كل ما كان افضل. لو احنا بنتكلم على ان طبعا الاختيار الاساسي هو لازم يكون نون بولاريزابل الكترود، ويعني ده بيبقى افضل طبعا نتيجه، لان هو بيبقى الانترفيس بينه وبين الجسم بيبقى كريزيستنس مينلي، ما بيبقاش في كاباسيتنس، فبالتالي اللو فريكونسي سيجنالز ما يحصلهاش ديستورشن. بالنسبه بقى لشكلها العام، ممكن يبقى فيه اشكال زي كده، بتبقى ساكشن الكترود ده بيركب فيه هنا الليد نفسه، وهنا الساكشن ده بيبقى راكب على الجسم، بيبقى بيسكلي ده بيركب بمجرد بس ان هو بعمل بضغط الجزء ده بيبقى عباره عن رابر، بيبقى عباره عن مطاط بضغطه، وبعد كده بحط الالكترود على الجسم وبسيبه، فبالتالي بيعمل ساكشن، والساكشن ده بيمسك الجلد مع الالكترود اللي هو عباره عن الجزء ده بيبقى ريوزابل، وممكن ان احنا نعمل له بعد كده كليننج وديس انفكشن بحيث ان هو يبقى يوزابل بالنسبه لكذا بيشنت. يعني النوع الثاني اللي هو بيبقى ديسبوزابل، اللي هو عاده بنشوفه كتير، اللي هو زي ده كده، بيبقى بنسميه فلوتنج او هيدروجيل الكترود. ده بيبقى عباره عن الالكترود وهو نفسه بيبقى محطوط عليه الجل، مجرد بس ان انا بشيل الكفر بتاعه واحطه على الجسم، وبعد كده احط هنا الليد نفسها، احط هنا الكونكشن للجهاز بتاع الاي سي جي واخد منه السيجنال.